السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم طلابنا الحلمين؟ عساكم يا رب تكونوا بصحة وبسلامة. درسنا لهذا اليوم هو الأعمال من الورق، مثل ما تلاحظون أرنوب من الورق. راح نسوي هذا الشكل من الورق بطريقة 3D والطريقة المتحركة لهذا الأرنوب، مثل ما تلاحظون أمامكم. راح نخليهم على جنب حتى نبدي بعمل الأرنوب. راح نقص على شكل أشرطة شريطين من الورق، راح نخلي واحد فوق الثاني مثل ما تلاحظون أمامكم، لاصق لصقة. مثل ما تلاحظون حبايب الحلوين، ونبدي بهذه الطريقة. حبايب الحلوين نبدي نطوي واحدة فوق الثانية إلى أن ينتهي الشريط. بهذه الطريقة حبايب الحلوين يبقى نهاية نسخة بهذه الطريقة. صارت عندنا بهذه الطريقة. هسه نيجي الآن نبدي نلصق الأرجل والإيد بهذه الطريقة حبايبي الحلوين. داخل الشريط يكون بهذه الطريقة. نحن نطبق ثم نحلل، نفهم ما ندرس ونعلل، نتحاور نسأل نستفسر، لا تلقينا لكي نستقر. بهذه الطريقة حبايب الحلوين نيجي على الرجل. مدرستي هي بيتي الثاني، شكرا تنمية الإبداع، ندرس فيك باستمتاع، في درب العلم أنا ساعي، مدرستي نمت إبداعي، نمت قدراتي الذهنية. بهذه الطريقة هسه نأتي إلى رأس الأرنب بهذه الطريقة. الدائرة قصينا، راح نشكل العين. شكرا يا شكلنا العين الأرنب، ونخلي قطعة صغيرة من الورق نربط الرأس بجسم الأرنب بهذه الطريقة. لحظة حبايب الحلوين، بهذه الطريقة. نقلبها الآن. نأتي إلى أذن الأرنب، راح نخلي لونين لجمالية الأرنب، نخلي لونين لون السماء الطخ والفاتح، تدرج السمائي بهذه الطريقة. حبايبي الحلوين هسه نلزق طريقة سهلة وبسيطة وحلوة وسريعة. نأتي الآن بالقلم الأسود نحدد الأرجل وبعض الحركات للرأس، أنف، لحظة حبايبي الحلوين، اكتمل الأرنب
بهذه الطريقة. شكرا جزيلا.